يستعد مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية لاستقبال مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في نسخة 17 بمشاركة عدد كبير من الفرق الاستعراضية وورش العمل. وتقام ليالي مهرجان سماع الدولي في دورته الجديدة ابتداء من 20 وحتى 26 من سبتمبر الجاري في 3 أماكن في الساعة 8 مساء يوميا على مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية وبيت السناري وقصر الأمير طوز. هذا المهرجان بيتم وبنؤكد على تحت رعاية وزارة الثقافة ومن خلال وزراء الثقافة على مستوى دورات المهرجان، يعني منذ الدورة الأولى حتى الدورة 17. السنة دي الحقيقة في دعم وفي حماس من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، متحمس جدا الحقيقة للمهرجان وأشاد بكلمته على أهمية هذا المهرجان للتواصل الإنسان بين الشعوب كرسالة سلام إلى العالم. دور مصر الرائد يعني دايما في أن هي تستضيف كل هذه الثقافات على أرضها. مصر مهد الحضارات وأرض الأنبياء، طبعا ده دور رائد وطبيعي جدا أن هي تقوم به. وإحنا الحقيقة هذا المهرجان، مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته 17، يعني إحنا 17 عام من التألق والإبداع والتفرد في هذا المجال بالتحديد. عدد الدول من الخارج 8 دول 8، وبالإضافة إلى الفرق المقيمة في مصر زي سوريا، بالإضافة إلى الفرق المصرية، يعني كل الفرق المشاركة حوالي 30 فرقة مختلفة من المصريين ومن الأجانب.